الجمهورية الجديدة مصدر رزق الملايين المصريين، مش بس الشكل المعماري اللي متشابه، لكن ده حتى اللي بيشتغلوا متشابهين. أنا هنا ليا 8 شهور من بعد ما طلعت من العاصمة الإدارية. مدينة العالمين الجديدة فتحت باب رزق كبير خصوصاً في مجال المعمار، وفرص الشغل ما كانتش لأهل العالمين بس، ده اشتغل فيها عمال من محافظات مصر كلها تقريباً. شغال هنا، اشتغلت في الأبراج، أبراج مارينا، اشتغلت في المدينة التراثية، واشتغلت في الإسكان المحلي تبع الجهاز العالمين الجديدة. المرحلة ده 60 عمارة كانت طالعة جديد، وهنا حاليا دلوقتي. عمال مصر القوة الكبيرة اللي طول عمرهم في ظهر بلدهم كانوا سعداء جدا بالمشروعات الجديدة اللي حصلت في مدينة العالمين الجديدة وبفرص العمل اللي توفرت لهم فيها. حاجة جميلة، ووفرت فرص كتير للناس، وفتحت بيت كتير قوي. أنا واحد من ضمن الناس فيهم يعني. بصراحة الشغل على طول دايرك، وفرص عمل كويسة للشباب، ومشاريع كتيرة ناجحة بصراحة في العالمين والساحل الشمالي. مش بس العمال اللي استفادوا من مشاريع المعمار في مدينة العالمين الجديدة، ده حتى المهندسين اللي كانوا بيدرسوا في كليتهم وكان بالنسبة لهم مجرد خيال في مشاريع مدينة العالمين الجديدة بقى واقع ملموس. عندنا أنظمة حديثة جدا، طبعا احنا كمهندسين كنا بنسمع عنها او بنشوفها في المشاريع الخارجية وبندرسها، لكن احنا شفناها هنا بعينينا ونفذناها، يعني بمساعدة الدولة عامة وزارة الإسكان. احنا شفنا هنا أنظمة بجد اول مرة اشوفها في البلد. مشاريع ضخمة بيشتغل فيها الآلاف المصريين عشان تبقى مصدر خير ليهم ولأطفالهم والمصرنا الحبيبة.